بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان إنما كنتم، منطلق هذا الشوطنا السابع لمجموعة أشواط هذا الشوط وأيضا خصص للفئة الإبكار. أسير مع المركز الأول في مقدمة هذا الشوط، بدأت الأعداد المشاركة تتزايد شوطا تلو شوط، والتحدي الجميل ما زال هناك من أجل الناموس والانتصار. أيضا مع المركز الأول الذيب أحمد بن مانع الحرسوسي مع المركز الأول، من ينطلق مع الصدارة المركز الثاني. القدوم هناك والانطلاق بقيادة أيضا وانطلاقة الشاهنية اللي متواجدة في هذه اللحظات، وبقيادة أيضا الشاهنية ناصر بن محمد الدويكي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث الشايب علي بن سعيد بن علي الحبسي على المركز الثالث، والمركز الرابع المتدخلة هناك من الجانب الآخر شواهين حمود بن حمد الوهيبي. هذه النتيجة، على هذا التحدي الجميل بدا الزحف. شوف القادمة، هناك شواهين اللي يتواجد عبيد بن العبد الغفيلي القادم في هذه اللحظات من الزاوية الصعبة هناك مع المراكز الأولى. أعود مع المركز الأول، الله 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 على هذا التألق الجميل والتألق المثير. انطلق أبو محمد نحو المركز الأول نحو الصدارة هذا الشوط، لكن الغفيلي من الجانب الآخر انطلق بقيادة شوهين عبيد بن العبد الغفيلي، غير الأمتار الأخيرة راح مع المركز الأول، انطلق نحو الناموس. تهانينا والناموس لمالك شوهين عبيد بن عبد الغفيلي. المركز الثاني كانت شوهين أدت عرض رائع جميل حتى الأمتار الأخيرة، حمود بن حامد الوهيب المركز الثالث. أيضا هناك بأيضا شعار الحرسوسي على المركز الثالث، دقيقتين حكم هناك و54 جزء من الثاني هو التوقيت الزمني لمالك شوهين.